هذا الشهر فرصة. واحد تاجر في عليه مئات الملايين من الديون، قيل له افعل لثلاثين يوماً هذه الأفعال وأنت معفى من كل هذه الديون. اسمع الحديث الشريف: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ممكن برمضان أن تفتح مع الله صفحة جديدة، وأن كل الذنوب التي بينك وبين الله، كلام دقيق، ما كان بينك وبين الله يغفر، وما كان بينك وبين العباد لا يترك، لا بد من الأداء والمحاسبة، وما كان من نوع الشرك فلا يغفر. ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب يغفر وهو ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك. فرمضان في مغفرة لما كان بينك وبين الله. أنا بدي أنفي الوهم عند معظم المسلمين، عليه ديون، عليه حقوق، الميراث ما وزعه صح، هذه الذنوب لا تغفر في رمضان. حقوق العباد لا بد من أن تؤديها أو يسامحوك بالأداء أو المسامحة، لكن ما كان بينك وبين الله يغفر. فكل وهم أنه أنت تصوم رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، هذا كلام النبي الكريم، كيوم ولدتك أمك فيما بينك وبين الله، لكن فيما بينك وبين العباد هذه الذنوب لا تغفر إلا بالمسامحة أو الأداء. لكن الشرك، الشرك كلام دقيق، يعني واحد عنده سفر إلى مدينة، ركب القطار، ارتكب غلط، قاطع درجة أولى لجهله بنظام الركوب، ركب درجة ثالثة مع شباب جعران أزعجوه إزعاجاً كثيراً، أي غلطة، قاطع درجة أولى، ركب درجة ثالثة، ركب بعكس اتجاه القطار، صار معه دوار، في قاطرة فيها طعام نفيس ما بيعرف، تلوى من الجوع، هي أول غلطة، والثاني والثالث، لكن القطار سيصل إلى الهدف. أكل أو ما أكل، ركب أولى أو ثالثة مع شباب زعران أو مع ناس كبار مثل بعضها، القطار سيصل، لكن الغلطة التي لا تغفر، يكون لك مثلاً بدمشق دينة مليون ليرة وفي قطار لدمشق، ركبت للعقبة بعكس اتجاهك، هذا ذنب لا يغفر. لو أنت توجهت إلى غير الله، ما دام التوجه إلى الله كل شيء بينحل، ما دام التوجه لغير الله هذا ذنب لا يغفر. فذنب لا يغفر في رمضان، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. جميع الأحاديث التي تشير إلى أنه من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فأنت معك فرصتين، فرصة أن تصوم رمضان وأن تقوم ليل رمضان. قيام الليل في رمضان هو صلاة التراويح، طبعاً يمكن أن تؤدى في المسجد أو في البيت، أو بالمسجد أو في البيت، كلاهما. فإن شاء الله موعدنا أول يوم من أيام رمضان، نأتي نشطاء إن شاء الله ومستعدون لصيام هذا الشهر الكريم. الآية اليوم هي إلى سؤال أول: قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت، لأن الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح.
لما توفق إلى صيام رمضان، صيام تمام، في غض بصر، في حفظ لسان. أما إذا كان رمضان والعياذ بالله انقلب عند عامة المسلمين إلى شهر الولائم وشهر السفر حتى الفجر على مسلسلات وعلى جلسة مختلطة، في اختلاط، في مسلسلات، في غيبة، في نميمة، نحن صائمين، هذا الصوم لم يعد عبادة، صار عادة من عادات المسلمين. وأكثر البرامج الفنية بيقول لك إكراماً لشهر رمضان المبارك، تكون تمثيلية واطية وكل إثارات وكل أشياء خلاف الشرع، هي إكراماً لشهر رمضان المبارك. هي مشكلة العالم الإسلامي، صف الدين فلكلور، فلكلور تقاليد، عادات، مناسبة سهرة مختلطة للساعة عدد سحور، والنساء غير ملتزمات، وفي نساء أجنبيات بالسهرة ولابسين قصير وطويل وشفاف ومرتاحين مع بعضنا وعم نضحك نحن برمضان. هذا شهر عبادة. يعني أنا ما بقدر أطلب منكم طلب، بس أكثر الولائم برمضان أجلها لبعد العيد، خلي رمضان شهر عبادة. أما إذا كان قلبنا إلى شهر ولائم أبدا. يعني الإنسان العادي أنه بيأكل 3 وجبات بالإفطار، برمضان بيبقوا 3، وجبة على الإفطار، وجبة الساعة 12 ووجبة على السحور، وما لذ وطاب، ويزيد وزنه برمضان على ما ينقص وزنه برمضان. فنحن إذا كان حاولنا نجعل هذا الشهر شهر عبادة، شهر خلوة مع الله، شهر القرآن، تلاوة القرآن ختمة ختمتين برمضان، غض بصر حازم، البعد عن البرامج الفنية التي تقام في رمضان. الإنسان أخواننا الكرام في خطورة بالبرامج كبير جدا. كيف؟ كل واحد منا في عنده ما يسمى بخطوط دفاع. خطوط دفاع، أنت كونك مسلم وبتقرأ قرآن وبتخاف من الله وفي جنة وفي نار، ما بتقبل بالزنا ولا بشكل، ما بتقبل فيه، لكن أيام بتسرب إليك هذا الزنا، زنا البصر، زنا السمع. فلما بسمح أنا أنه أشوف برامج فنية هابطة، مو عن الصحابة مثلاً، في برنامج هابط، هذا البرنامج يبعدك عن الله عز وجل، وأنت ما بتلاقي حالك، ما لك منسجم مع نفسك. يعني الله عز وجل منع عنك الطعام والشراب وهو مباح خارج رمضان، منع عنك الطعام والشراب في رمضان كي تقع مع نفسك في موقف حرج. أنت تركت الطعام والشراب، هل يعقل ألا تترك المعصية؟ شيء بضحك. تارك الأكل، تارك الحلال، يعني إذا إنسان فات لبيته وأكل، إيه ما في، ما عمل شيء إطلاقاً. يعني بيقولوا إنه أحل من حليب أمه، ما عمل شيء إطلاقاً. أنت الله منعك أن تأكل الطعام والشراب ليكون ترك المعصية من باب أولى. يعني مثلاً ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. ما في آية بالقرآن إطلاقاً تؤكد ولا تضربهما. إذا أنت ممنوع أن تقول لهما أفٍ فعدم الضرب من باب أولى. إذا أنت منعك الله من أبسط عمل مع الأم والأب ولا تقل لهما أفٍ. العلماء حملوا على أف حالات كثيرة، ما بر أباه من شد نظره إليه، أي مثل أف، ما بر أباه من خبط الباب، كلفه بشربه ما عجبته أم ترس الباب، هذا مثل أف. والله في شيء 20-30 حالة بعلاقة الابن مع أبوه مثل أف تماما. ولاد الله ذكر لك أبسط شغلة، فإذا كان أبسط شغلة محرمة اللي فوق منها من باب أولى محرمة. فلذلك إذا أنت ممنوع تأكل أكل عادي، عندك صحن جبنة وكاسة شاي على السحور،
ممنوع تاكل بنهار جبنه وشاي، ممنوع تشرب كاسه مي، فلا ان تدع الكذب لا سمح الله، والغيبه والنميمه وقول الزور. شو قول الزور؟ شغله واسعه كثير هي. كل انواع الغش تدخل في قول الزور. في ماش وطني للمعاطف النسائيه، في الان شريط ذهبي تشتريه من السوق، بدك مكواي بتحط الشريط على طرف الثوب وبتكويه، بيطبع على قماش ميد ان انجلاند، واغلى شيء الجوخ البريطاني، فانت بتبيع هالقماش على انه مستورد بريطاني وبتاخذ حقه 4 أضعاف. هذا قول الزور. كل انواع الغش تدخل في قول الزور، كل انواع الغش. وفي مليون نوع من الغش. بيقول لك انا اخي انا عندي بستان في شي زيتونتين ثلاثه، يعني اشجار زيتون، حوشت الزيتونات ورحت على المعصره وقدامي انعصروا، واقف انوضعوا وانعصروا، واخذنا الزيتات من المستودع تبع العصير. شو قولك في برميل زيت نباتي عسيفه وموصول لمكان جمع الزيت من أرضه، بيفتحوا فتحة قد نص الزيتات، وأنت قدامك انحطوا زيتونات بالمعصرة وانعصروا وعبالك الزيتون تبعك ونص الزيت نباتي. هذا الغش. قول الزور، كل أنواع الغش في قول الزور. يعني أحياناً قال لي مرة بيع أقمشة، بتجي أخت مثلاً بدها مانطو، فرجيها ثوب، قلت له في أتقل؟ قال طبعا في أتقل. نفس الثوب، نفس النوع، نفس اللون، عسيفه. لا عجيب يا ابني، بفرد لها فرده غير هذا، غير شوف مسكيت ايه، نفس القماش، كله وهم. نص حياه الناس غش، نص حياه الناس ايهام. لذلك قول الزور شيء خطير جدا. شو معنى صايم؟ ولا كلمة غلط، ولا بيعة غلط. والله بشكر مرة قال لي أحد الباعة، يعني في قطعة، هو ببيع قطعة تبديل مرسيدس، في عنده قطعة صار لها 7 سنوات وغالية كثير، وعم تنتقل من جرد لجرد، من جرد لجرد، من جرد لجرد. إجا واحد بده إياها، عندك القطعة؟ قال له إيه عندي. قال لي أنا على السلم. شوف، قال له أصلية؟ قال له لا والله مو أصلية. قال له هذا لك كلمة أنا. قال له أصلية؟ قال له لا والله. قال له نزلها، بيع حلال. لو قال له إيه حرام البيعة. كلمة حقها 27,000 القطعة. قال له أصلية؟ قال له لا، بيعة حلال. قال له إيه حرام البيعة. شو بحسين؟ إله عم يشرع لك تضحك على الزبون. لما أنت، شوف يا أخوان، بتدخل الله بحساباتك، أنت أذكى إنسان، أعقل إنسان، أنت الموفق، أنت الناجح. وفي أشياء كثيرة بحياتك بدها كلمة، لا، طوال ما أنت صادق بيعك حلال. ممكن تبيع بضاعة درجة 10 بس سعرها رخيص، مو ممنوع تبيع بضاعة درجة ثانية أو ثالثة بس سعرها بيتناسب معها، مو تأخذ بضاعة درجة 10 تبيع أولى تضحك على الزبون. لذلك بيع المسترسل ربا، بيع المسترسل حرام. من هو المسترسل؟ الغشي ما بيعرف، ما عنده إمكان يعرف. وفي أساليب، يعني مثلاً عندك قماش سيء جداً ما كان ينبع معك، قماش رجالي بتفصل بنطلون تلبسه أنت منيح، لابس منه إذا كان لابس منه صار أصلي، هذا نوع من أنواع البيع. فهي التجارة مع الله ما في ذكاء، مع الله في استقامة فقط.
قد تكون أذكى من الشاري، أذكى بكثير وكثير جهله، وأكثر الباعة إذا كان غير ملتزمين، غير ملتزم لما بيشعر إنه هزبون غشين ضربة معلم، بيقول لك ضربة معلم، بيصير أضعاف من أضعاف. بعدين بيكتشف بعد حين خير إن شاء الله، هيك وقتها كان سعره، لا تغير سعره. فأنت لما بتعرف إنه محاسب على كل كلمة بالبيع والشغل، أنت مسلم، مسلم. لما بشوف أطب مطعمك، أطب مطعمك، تكون مستجاب الدعوة. يعني مشان تأكل بالأكل يكون في سمنة بلدي مثلاً، هذا ما أطب مطعمك، يكون اللحم غالي، لا، أطب مطعمك يعني اشتري طعام بمال حلال. المال الحلال ما في غش ولا في تزوير ولا في مبالغة، وفي مليون أسلوب بالبيع والشراء، يكون بيع حرام مليون أسلوب. يعني كثير في هيك بالمواد الغذائية، يعني مثلاً مادة غذائية الطحينة، تعرفوها؟ بنحط فيها مادة السبيداج، هي مادة مسرطنة توضع في الدهان، بنحط فيها السبيداج بصير لونها أبيض، بيغلى سعرها 10 ليرات، هي أبيض. الطحينة الغامقة مو مرغوبة، البيضة مرغوبة. شو فيها البيضة؟ فيها سبيداج، فيها مادة مسرطنة. ما بيهمك صحة المسلمين، ما بيهمك والله. يا أخوان، واحد بالشام قدر يصنع لبن مصفى من غير الحليب، والرسمال عشر عشر، انتهى أنه جن وصار يمشي عاري بالطريق تماماً كما خلقه الله. حصل أرباح مذهلة، بقت 10 سنوات الناس لبن هو ما له علاقة بالحليب إطلاقاً. الآن ما بذكر شو ترتيباته، بس في ممكن تعمل لبن ينباع معك على أنه لبن مصفى 100%، وما حد يعرف، بس ما بفيد، مو من الحليب. ما مات إلا مجنون، وكان يمشي بالطريق عاري كما خلقه الله. الله كبير، والله بقول كبير ما بيشبع منه، كبير. اوعك تغلط معه، اوعك الانسان فقير دخله محدود، اجى لعندك بده شغله تكون مرتبه، بعته شغله سيئه جدا بس باسلوب ذكي، انت سرقت منه المال. هذا القماش بيسوى العشر، اخذت منه 10 اضعاف على انه اجنبي وعلى انه هذا راحت معكم. هي مشكله، ما في نصر لله. لك ايه، 1,700,000,000، ليست كلمتنا هي العليا وليس امرنا بيدنا. في 100 وعد بالقران، ما في، الوعود كلها معطله، لانه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. والله زوال الكون أهون على الله، والله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. والوعود كلها معطلة الآن. وين لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة؟ وين هي؟ حديث صحيح، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. إن إحنا الآن 1,700,000,000 ومغلوبين، وبلادنا كلها مؤامرات، والغرب متمكن منا، يعني تمكنه عجيب جدا، ما في بلد مرتاح أبدا. استعرض هلا 5 عواصم عربية محتلة من جهة بعيدة عن الله عز وجل، محتلة احتلال كامل. فوين لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة؟ أقسم لكم بالله 12,000 في أي بلد لا يمكن يغلبوا إطلاقاً إذا كانوا مؤمنين صادقين. أما انتماء شكلي لا يقدم ولا يؤخر، بدنا انتماء حقيقي، بدنا أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك، وعندئذ تنتهي مهمتك
وأنت عند الله معذور، وأقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. فأرجو الله سبحانه وتعالى يكون رمضان فتح صفحة مع الله جديدة. هذا شهر الصلح مع الله، شهر العبادة، وقد ما بتقدر بعد عن مناسبات اجتماعية وعن سهرات مختلطة. مختلطة مو حرامي بالأساس، حرام يعني، مو قد ما بتقدر بعد، ما في مني بالمعصية، ما في قد ما بتقدر. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فإذا كان طبقنا المنهج ببيتنا وبعملنا وبنفسنا، لعل الله عز وجل يجعل هذا الشهر عتق من النار. والحمد لله رب العالمين.